نكمل باقي محاضراتنا في السي سي ان ايه 2125. احنا وصلنا لحد البرايفت اي بي، قلنا لك ان الاي بي ده بيتقسم عند الجزئين، عند البابليك وعند البرايفت. البابليك ده انت حضرتك بتروح تشتريه او تأجره من شركة الانترنت، يعني عندنا هنا مثلا في مصر انت حضرتك بتدفع له 10 جنيه او 15 جنيه كل شهر، بتأجره مش بتشتريه، يعني عشان طبعا الاي بي ثمنه غالي جدا يعني. انما انت البرايفت، لا ده البرايفت حضرتك بقى انت ده بيبقى عندك انت كده كده تستخدم اي رينج من رينجات الاي بيات. طب واحد يقول لي يا باشمهندس امتى استخدم كلاس اي، امتى استخدم كلاس بي، امتى استخدم كلاس سي؟ قلت لك ان كلاس، ان البرايفت ده انت حضرتك بتشتغل فيه جوه الشركه بتاعتك، تشتغل بيه جوه الشركه بتاعتك. فامتى استخدم كلاس اي وامتى استخدم كلاس بي وامتى استخدم كلاس سي؟ وانا عايز اعرف عدد الاي بيهات اللي موجوده في كل كلاس، عايز اعرف عدد الاي بيهات اللي موجوده في كل كلاس. اقول لك ماشي، لو جينا في كلاس اي، عشان قلت لك ان انا عندي 4 اوكتت، انا قالت لك ايه بقى؟ قالت لك اول اوكتت ده، اول اوكتت ده ده اسمه نتورك. عايزين بقى نعمل له، نجيب له كده تكست. قالت لنا اول اوكتت ده اسمه ايه؟ اسمه نتورك. يعني ايه نتورك؟ يعني سعادتك مش هينفع ومش هتقدر تيجي ناحيته. كبره كده، نخليه بلون احمر عشان يكون مختلف. قالت لنا اول اوكتت ده نتورك، يعني ده ثابت. يعني ثابت حضرتك ما ينفعش تلعب ناحيته، ما ينفعش تلعب ناحيه العشرة دي خالص. طيب والباقيين دول؟ لا الباقيين دول حضرتك دول اسمهم هوست. يعني ده هوست، وده هوست، وده هوست. يعني ايه هوست يا استاذ نادر؟ يعني دول عدد ايباهات حضرتك تقدر تستخدمهم، عدد ايباهات تقدر تستخدمهم. يعني انا عندي 3 اوكتت، يبقى اول اوكتت ده نتورك ده ب 8 بت، صح؟ اول اوكتت ده ب 8 بت، مش الاوكتت الواحد ب 8 بت؟ ادي 8 بت، ده اللي مش انا مش هقدر اجي ناحيته، اللي هو الثابت، اللي هو مش ما ينفعش تلعب ناحيته. طيب انا دلوقتي عندي كم بت بقى اقدر العب فيهم؟ 3 في 8 ب 24 بت، صح كده؟ مش ده 8 وده 8 وده 8 وده 8؟ اه دول 24 بت حضرتك تقدر تتحرك فيهم. يبقى انا دلوقتي انا عايز اعرف عدد الايبيهات اللي موجوده، عدد ادي الاي بي نمبرز الموجودين في كلاس ايه، اعرفهم ازاي بقى؟ هقول لحضرتك لو جينا كده قلنا لك اتنين، عشان قلت لك انا عندي رقمين اول واحد واخر واحد ما بتوزعوش، اس 24. لو قلت له كده 2 اس 24، حتى خليها في اول سطر كده، هقولها لك بلون مختلف عشان تكون مميزة، هقولها بلون أزرق. 2 أس 24، ال 24 دي جت منين؟ اللي هي ال 24 بت، اللي هي دي، اللي هي ال 24 بت زي ما قلت لك، اللي هي على جنب دي بعدك الخط، هتساوي كام؟ هتساوي 16 مليون 777 ألف 200
و14 اي بي. حضرتك ممكن تستخدمها. شايف الرقم قد ايه؟ 16,777,214 اي بي ادرس. حضرتك ممكن تحطهم على اجهزة. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي شبكة صغيرة، الشبكة دي فيها مثلا 50 جهاز، حضرتك هينفع تستخدم اي بي فيرجن 4؟ هتستخدم كلاس ايه؟ اسف، لو كده قلت له كده، لو انا جبت له دي حبيت احسبها لك، بقى هي بروجرامنج، قلت له كده 2 اس 24 216، اسف 216 216 اهي. بص 16,777,216 اي بي ادرس. يبقى انا دلوقتي لو انا عندي شبكه، الشبكه دي فيها مثلا 50 جهاز، حضرتك هينفع تحط فيها كلاس ايه؟ اقول لك حضرتك لو حطيت عليها كلاس ايه انت مش هيكون عندك شبكه نهائيا. ليه؟ ما هو عندك كميه البرودكاست، ان كل جهاز عندك هيطلع 16,777,216 مسج، يبقى انت عندك كده الشبكه بتاعتك كلها متخرتقه برودكاست، ضايعه برودكاست. طيب امال الحل ايه؟ ابعد عن كلاس ايه. طب انت هتستخدم كلاس ايه؟ تستخدم كلاس ايه لو انت عندك 2 مليون، 3 مليون، 5 مليون جهاز، 10 مليون جهاز، وبرضه هتعمل لهم حاجه اسمها سبنيتنج، هناخدها ان شاء الله في المحاضره الجايه. طيب كلاس بي، كلاس بي قال لك ايه؟ لو جينا خدنا ده كابي كده، كلاس بي قال لك ان انت عندك اول اتنين دول نتورك، اول خانتين دول نتورك سيادتك ما تقدرش تلعب فيهم، سيادتك ما تقدرش تلعب ناحيتهم، ثابتين. طيب والاتنين التانيين؟ لا الاتنين التانيين دول هوست، يعني دول عدد ايبهات حضرتك ممكن تيجي تلعب، وممكن تحط دول ايبهات، ممكن اجهزه تديهم لاجهزه، ممكن تحطهم لاجهزه عندك. يبقى انا عندي اول اتنين نتورك واخر اتنين هوست. يعني ايه؟ يعني انت عندك الاتنين دول 8، دول 8 بت وده 8 بت، عادي عندك 16 بت. ال 16 بت دول اللي احنا هنشتغل بيهم بس، اللي هم عدد الاي بيهات اللي عندي. طب انا لو قلت لك بقى ايه عدد الاي بي، اي بي نمبر في كلاس بي، هقول لك 2 اس 16. هقول لك 2 اس كام؟ اس 16. 16 دي جت منين؟ اللي هي 16 بت، هتساوي كام؟ هتساوي 65,535 اي بي ادرس. جبتها ازاي؟ ادي الكالكوليتر، هقول له 2 اس 16 36 كمان، 65,536 اي بي. طب انا لو عندي شبكه فيها 200 جهاز، ينفع ان حضرتك تحط فيها كلاس بي؟ اقول لك لا. ليه؟ ما هو انت لو حضرتك حطيت فيها كلاس بي، انت عندك كل جهاز هيبعت 65,536 مسج برودكاست، يبقى في كده النتورك بتاعتك انت حضرتك ما عندكش نتورك. طب الافضل ايه؟ طب نشوف كلاس سي. كلاس سي قال لك ايه؟ لو جينا خدنا ده كوبي، قال لك ان انت عندك اول ثلاثة دول نتورك، دول كلهم كده بتوعي نتورك اهم. طب ممكن
ممكن دول نعمل لهم ايه؟ حط كده. دول تلاتة دول نتورك، حضرتك ثابتين، حضرتك مش هينفع تلعب ناحيتهم، حضرتك مش هينفع تيجي ناحيتهم ولا تعمل أي حاجة. آخر واحد بس اللي هو ده هوست، اللي هو عدد أيبهات حضرتك ممكن تديهم لأجهزة. ممكن بقى إيه نخليها لك هنا، نجيب حاجة مختلفة عشان تكون تعرفها. يعني عندي كام اي بي دلوقتي؟ لو انا قلت لك انا عندي بقى ايه كام اي بي في كلاس سي، اقول لك اي بي نمبر. لو طبعا ده 8 بت واحده بس، انا ما عنديش الا 8 بت بس اللي انا هقدر اشتغل عليها، اللي هي 8 بت الاخيره فقط لا غير. دي غير كده انا مش هقدر اشتغل، ماليش دعوه بالباقيين. يعني لو قلت له 2 اس 8 هيدينا كام؟ لو قلت له 2 ادي اس 8 ادي لك 256 اي بي. طب انا لو عندي شبكة فيها 200 جهاز، 200 جهاز حضرتك انت ممكن في الحالة دي تشتغل بكلاس سي. معدل البرودكاست عندك مش هيكون بالدرجة اللي موجودة في كلاس A او موجوده في الدرجه الموجوده في كلاس B. عندك 256 بس برضه هنعمل سبنيتنج، يعني ده برضه هنعمل في الجزئيه دي برضه هنعمل سبنيتنج. فدي عدد الاي بيهات اللي موجوده في كل كلاس. امتى استخدم بقى كل كلاس؟ امتى استخدم كلاس A وامتى استخدم كلاس B وامتى استخدم كلاس C؟ امتى استغل كل واحد واستخدم الكلاس ده؟ حضرتك بقى على حسب الاحتياج بتاعك هتستخدم كل كلاس من الكلاسات دي. افتكر في احد المرات ان كان في اي تي مانجر كنت بتعامل معاه لمؤسسه كبيره جدا جدا في مصر. يعني المهم المؤسسه دي المنظمه دي ليها حوالي 14 فرع او 15 فرع يعني. فراح ساعتها لقيته ايه، لقيته عامل لي ورق مخططها قال لك انا عايز اعمل سبنيتنج بكلاس. المنظمه دي فيها حوالي لا يقل عن 25,000 جهاز، يعني شغال بكلاس سي وعايز يوزع 25,000 جهاز. قلت له انت لو سوبر مان مش هتعرف توزعها. يعني هو فعلا لو سوبر مان مش هيعرف يوزع، ازاي من كلاس سي هيقدر يوزع كده؟ في ناس كتير انا بشوفهم الصراحه بيعملوا لك ايه، بيقلب لك كلاس بي كلاس سي كلاس بي. طب وليه؟ ما هو انت عندك لو انت قلبت الدنيا واشتغلت بكلاس غير الكلاس هيحصل عندك فلودينج وهيحصل عندك تقل في النتورك عشان مش مستخدم الاي بيهات الصح. طيب انا عندي حاجه تاني اسمها السبنت ماسك. عندي حاجه كده اسمها السبنت ماسك. ايه قصه السبنت ماسك؟ السبنت ماسك كلمه سبنت ماسك يعني قناع الشبكه. يعني ايه قناع الشبكة؟ يعني حضرتك من السبنت ماسك ده تقدر تطلع حاجتين، عدد الاي بي اللي موجودة في الرينج ده او في الكلاس ده، والاي بي ده موجود في انهي كلاس تاني. يبقى انا السبنت ماسك ده او قناع الشبكة، السبنت ماسك او قناع الشبكة بقدر اطلع منه ايه؟ بقدر اطلع منه حاجتين. حضرتك بتقدر تطلع الاي بي الرينج ده، الاي بي ده موجود في انهي سبنت، وعدد الاي بيهات اللي موجوده في السبنت دي. طيب لو انا جيت كده اتكلمت في كلاس ايه، كلاس ايه السبنت ماسك بتاعتي عامله ايه في كلاس ايه؟ مش احنا قلنا هنا اول اوكتت ده، اول اوكتت ده نتورك ثابت.
طب عدد البتات اللي موجودة فيه كام؟ 8 بت. مجموعهم كام؟ مجموعهم احنا خدنا ان مجموع الاوكتت الواحد 255. يبقى ده، يبقى انا عندي كده في الكلاس ايه انا خدت ال 8 بت. 8 بت دول مجموعهم كام؟ 255. يبقى هيكون 255 0 0 0. انا هنا مش دول هوست؟ طيب الهوست نزلوا بصفار زي ما هم، عشان انا ما استغلتهمش، ما خدتهمش باي شيء. كلاس بي، خليني حتى في صفحه جديده. كلاس بي مش انا قلت لك اول اتنين اوكتت دول مش دول نتورك ثابتين؟ يعني ايه ثابتين؟ يعني عدد البتات بتنزل زي ما هم. يعني عدد البتات 8 بت و8 بت، يعني 255 و255 0 0. كلاس سي، عشان قلت لك في كلاس سي اول 3 اوكتت دول ثابتين واخر اوكتت بس اللي انا بلعب فيه. يعني بلعب فيه انا ده هو عدد البيتس اللي انا بقدر اشتغل عليها. يعني دول كام؟ 255 255 255 ينزلوا زي ما هم، عدد الوحايد تنزل زي ما هي. هقول له كده 255 255 255 0. ده استبنت ماسك. حتى حضرتك لما تيجي كده، لو انت حبيت تيجي تدخل اي بي مثلا، تدوس له رايت كليك كده وتقول له بروبرتيز. لو جيت هنا قلت له تسب اي بي، قلت له يوزنج ستاتيك، لو قلت له كده مثلا 10 0 0 1، لو انت جيت هنا قلت له كده سبنت ماسك، تلاقي كاتب لك ايه السبنت ماسك اوتوماتيك كاتبها لك لوحديه 255 0 0 0. طب انا لو اشتغلت بكلاس بي 172 16 0 1، تلاقي راح كاتب لك ايه 255 255 0 0. لو انا اشتغلت بكده بكلاس سي 192 168 0 1، راح كاتب لك ايه 255 255 255، بيكتبها لك اوتوماتيك. ليه؟ عشان دول عدد البتات اللي موجوده في الكلاس اللي فوق، اللي في الموجوده في الارقام اللي فوق. مش ده 8 بت وده 8 بت وده 8 بت؟ زي ما قلت لك احنا اول 3 اوكتت دول انا ما بقدرش العب ناحيتهم، ما بجيش ناحيتهم، فهم بينزلوا زي ما هم بالظبط. ده جزئيه استبنت ماسك. طيب استاذ نادر، عندك اي سؤال؟ لا بس في كان عندي سؤال واحد، اللي هو انه يعني فرضا نحن لو بدنا ناخذ الاي بي، او ناخذ عفوا عندنا عدد اجهزه مثلا 257، فلازم ناخذ مثلا كلاس بي، ولا نحن نحسن ناخذ كلاس سي وبنعمل له سبنتنج مثلا؟ لما نيجي ناخذ السبنتنج هقول لك عليها. لا بس لحد دلوقتي انت فاهم السبنت ماسك بتيجي ازاي؟ عارف فاهمه ايه؟ عارف الجزئيه دي كلها؟ تمام فاهمه. احنا لحد كده احنا يعني ده جزئيه الاي بي، حبيت اشرح لك اي بي فيرجن 4 بيشتغل ازاي وبتقسم ازاي، ومين اللي اخترعه، وعدد البتات موجوده ازاي، وعدد الوحايد. تمام. موضوع السبنيتنج ده موضوع تاني لوحده خالص. عندنا السبنيتنج وعندي الفي ال اس ام، وازاي لو عندي 257 جهاز هعمل ايه، وهنعمل سبنيتنج ازاي بالجزئيه دي. تمام. هلا كله كنظري كله بالنسبه لي 100% تمام، بس انه مثلا شغله السبنيتنج والكلاسات كيف بدنا ناخذها بعدين لو نحن عم نشتغل مثلا على ارض الواقع. السبنيتنج ده، لا السبنيتنج ده جزئيه ثانيه في المنهج. تمام ماشي، فهنوقف محاضرتنا لحد كده.